الآن وصلنا إلى شباك الفنون، فقد انطلقت مؤخرا فعاليات مهرجان أجيال السينمائي في نسخته السادسة في العاصمة القطرية الدوحة من تنظيم مؤسسة الدوحة للأفلام، ويستمر 6 أيام. أصبح لهذا المهرجان السنوي مكانة خاصة في المشهد الثقافي القطري وقوة دافعة لتقييم الأعمال السينمائية واستقطاب المواهب. المزيد في تقرير وهيبة بوحليس. إنه العام السادس الذي يرتدي فيه الأطفال القمصان الزرقاء الخضراء والبرتقالية في فئات ثلاث: فئة محاق، فئة بدر، وفئة هلال. شاهدوا جميعا 33 فيلما قصيرا من 18 بلدا، منها 8 أفلام أنتجت في قطر. مهرجان الجيال هو مهرجان معني برعاية وتنمية المواهب، هو استثمار للمستقبل. العديد من المواهب اللي ممكن نشاهدها اليوم هي كانت جزء من النسخ الأولى للمهرجان. فهناك طاقات إبداعية موجودة عندنا في المجتمع. مهرجان الجيال هو منصة للتعبير أو منصة لإبراز هذه المواهب. تتضمن الأفلام قصصا مختلفة تعتمد أغلبها على أسلوب السرد، وتشكل هذه الأفلام محطة مهمة لحكام مهرجان أجيال الذين شاهدوها حسب الفئات العمرية ليقيموا أفضلها للفوز بجوائز تقديرية. عالم كل هذا مهرجان محلي قال حل. في تطوير كبير بالنسبة لي أنا اللي قاعد يمسني حتى في عيالي، مو بس على مستوى الشباب أو مثلا الكبار، حتى مثلا مستوى الأطفال. كان عندي 3 عيال احنا قاعدين يحكمون من ضمن التحكيم للمرة الرابعة والخامسة على التوالي. انتقادهم حق الفيلم او حتى اختيارهم للفيلم او حتى لما اطلع من السينما معاهم اناقشهم، كان قاعد اناقش واحد كبير في نظرة المخرج، في شلون كان التصوير، شلون كانت الموسيقى. يعني اعتقد هذه فرصة وايد حلوة للاطفال ما كانت متاحة لنا احنا في اعمارنا. السجادة الحمراء هذا العام جمعت عددا من الفنانين الخليجيين والعرب بالإضافة إلى مخرجي أفلام صنع في قطر، لكن المفاجأة الأهم كانت الحضور اللافت للممثلة العالمية إيفانجيلين ليلي والنجمان التركيان إنجيل بالتان والممثل بولانت أنال، بالإضافة إلى الممثل الجزائري الصاعد محمد رخيص والإعلامي الكويتي الشهير شعيب راشد والممثلة الكويتية منى شداد. هذه أول زيارة لي إلى قطر، وقد سمعت الكثير عن هذا المهرجان من زملائي الذين أبدوا أيضا إعجابهم بهذا المهرجان المهم جدا والذي يتوقع أن يستمر في التطور. السينما صناعة وتجارة ضخمة لا يمكن بيوم وليلة تصير. عشان تصير لازم في قبلها حراك سينمائي كبير. هذا الحراك عشان يصير يحتاج جيل صغير، أوكي، ودوحة الأفلام قاعد يستغلون على هذا الجيل الصغير. أنا حيهم على هذا الشيء، الاستثمار مش أنا ولا اللي وراي اللي عاملين نفسه مشاهير سلم على الناس، الاستثمار فعلي هو في الجيل اللي هناك. يعني أنا أحب التجارب الجديدة إن شاء الله، إن شاء الله تكون عندي تجربة هنا في الدوحة في قطر. وعلاش لا، الفن الخليجي دائما يكون فن، دائما يقولوا مثلا أنه مش بس قطر كويت الامارات عندهم ان شاء الله اوبورتونيتي مش يكونوا احسن ويكونوا يعطونا مستوى اكبر ان شاء الله. اتسمت افلام صنع في قطر بالجرأة احيانا في طرح بعض المواضيع الحساسة، وبالاساء الى ما آلت اليه الاوضاع الانسانية في بعض الدول العربية كما هو الحال في اليمن. الفيلم هو عبارة عن اول فيلم يمني يشارك في مهرجان اجيال. الفيلم هو فيلم وثائقي شخصي بيحكي عن معاناة النفسية اللي بتسببها الحرب لشخص طلع من الحرب عايش في مكان آمن ولكن أهله وموطنه مش في أمان. الفيلم هو أول محاولة إخراجية لي، أنا أنتجت أفلام من قبل واشتغلت لما كنت في اليمن وأجيت هنا، بس هذا الفيلم عزيز علي كثير. كان بمساعدة ودعم معهد الدوحة للأفلام، كانت ورشة عمل أفلام قصيرة وثائقية مع المخرج العالمي المرشح لجائزة الأوسكار اسمه ريثي بان. الفيلم يتكلم عن العلاقات الأسرية بشكل خاص، العلاقات بين الآباء والأبناء أو البيرنتس الوالدين والأبناء، وأيضا يتكلم عن الكلاش، الصراع بين الجيلين، بين أنماط التفكير، بين الجيل السابق جيل الآباء والجيل الألفية المتحدي. فنعيش يعني في الفيلم بين الدراما والكوميديا،
نشوف الكوميديا السوداء في الصراع داخل العائلة. يتكلم عن العلاقات الحميمية داخل الأسرة. احنا يمكن نفتقد هذا الشيء للأسف. فيلم يحكي عن التصادم اللي ممكن يحصل ما بين تطلعات فتاة وامرأة مع عادات وتقاليد أسرتها، وكيف ممكن هذا الأسرة تتعامل مع هذا الاختلاف اللي ممكن يحصل في عادات وتقاليد لهم، وهل بيكون هذا عن طريق حوار تعامل أو عن طريق عنف، وإذا كان عنف إيش راح يكون نتائج هذا العنف. تجارب جديدة وضيوف من كل مكان في العالم يتقاسمون خبراتهم ويساعدون الحكام من الأطفال في تعلم طريقة اختيار الأفلام حسب المضمون والقصة وطريقة الأداء. بعد أن اطلعت على مهرجان أجيال السينمائي تأثرت كثيرا بهذا المهرجان الرائع الذي يتيح للشباب والأطفال الفرصة للتعبير عن آرائهم ومشاعرهم بموضوعية وصدق وشفافية. أيضا يجب على جميع الدول أن تسعى لأن تكون لها مهرجانات شبيهة بهذا المهرجان، وتركيا أيضا ستسعى لأن تنقل هذه التجربة. مهرجان أجيال المنصة الأوحد لصناع الأفلام داخل قطر، فهنا تتحول الأفكار والأحلام إلى صوت مبصورة ثم تنتقل إلى الشاشات الكبيرة، وهنا أيضا تصنع المواهب منذ الطفولة لإنشاء جيل يختار بدقة ما يشاهد. وهيبة بوحلايس، التلفزيون العربي.